ازيكم؟ رمضان كريم. الحلقة التاسعة، التريت التاسعة او الصفة التاسعة النهاردة هي البيوري. بيوري او بيوتي هو الجمال، صفة الجمال. لما اكون عايزة اقول على شخص ان هو جميل بقول بيوتيفول، وعكس بيوتيفول اجلي. لما اقول to beautify، to beautify يعني تخلي حاجة حلوة، your soul انك تجمل روحك، to beautify your clothes يعني تجمل اللبس بتاعك، to beautify your morals and ethics اخلاقك والبيهيفير وتصرفاتك مع الناس. عكس البيوري من الناحيه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هي الاروجنسي. اروجنسي اللي هو الكبر او التكبر، او انك انت تكون حد شايف نفسك شويه. ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال، ده حديث. ازاي نقول ان؟ قلنا قبل كده ان هي indeed. إن الله جميل، الله is beautiful, loves beauty. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الله is pure, الله is pure and accepts only that which is pure. الله is pure and accepts or and therefore ولذلك and therefore accepts only which is pure. Thank you so much. May Allah accept from me and you. وشوفكم الحلقة الجاية. Bye bye.